بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا حببنا في منهاجك وزدنا توقا إلى لقائك. أمين يا عظيم يا جميل. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأكبر. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم، يعني يذكروكم بعلامات الربوبية والألوهية لرب العالمين. أنتم عطلتم، أذيتموهم، كنتم صادين الناس الذين يرغبون في فهم الرسالة التي أتى بها هؤلاء الرسل الكرام عليهم السلام. شو تحبوا بعدي يا أكرم؟ قال ربي ألم يكن رسل، على لسان الملائكة، لسان هو سبحانه وتعالى، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى، أو شهدوا على أنفسهم. وأكثر عنه، لكن تورطت، ولكن حقت كلمة العذاب على الكثيرين. لكن قال استدرك ربنا، قال كلمة العذاب هي حق الله عليكم، لأنكم كنتم من الكفر. أي جللنا للكرب ومن دعنا الإسلام لغير حق؟ أنتم من الكاذبين ومن الصادقين. اسألوا أنفسكم قبل أن تسألوا من رب العالمين. والسلام.